يدخل وقد يصيب لي القيد. هذه اللي كانت عندك تقطع راسك. كيفاش ترجع لور شويه؟ ترجع لور شويه هكاك. فوالا مزيانه. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من جديد. دائما مدينة الدار البيضاء، القصة اللي غادي تحكي اليوم خاصة بواحد الشاب اللي في العمر ديالو تقريبا 33 أو 40 سنة. العائلة اللي تبناتو اللي رباوه، ماشي الوالدين ديالو الأصليين، خرجوا للزنقة حتى تشرد ولا عايش في الزنقة، والآن كيقلب العائلة الأصلية ديالو، الوالدين ديالو الاصليين فينا هما. غادي نحاولوا نسمعوا القصه ديال السيد اللي باغي يحكي لكم، وبغاكم تبارطاجيو لا فيديو باش تعاونوه. غادي نحطوا واحد الرقم ديال المساعده ديالو، لان كاين شي امور غادي نسمعوها. السيد دخل السجن، المهم حياه صعيبه دازت عنده. الاسم ديالك واخا خويا. السلام عليكم خوتي المواطنين، السلام عليكم خوتي المغاربه، ناس الولاية، ناس المقاطعة. كنطلب من الناس اللي الجنود ديال مدينة البيضاء باش ينصروني على هذا العذاب اللي انا تعذبت. انا ما باغي والو من هذه البلاد، ما باغي لا تصاور لا والو. انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين يوقفوا مع هذا الدري اللي هو عاش واحد العذاب قدامهم هما. هذوك الناس اللي هما عارفيني كيعرفوني كيعرفوني وكيشوفوا اللي الناس اللي رباوني والناس اللي كيعرفوني كيعرفوا الحاله ديالي وخلاوني في هذه الحاله. المهم دابا انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يوفقني انني نطلع واحد شويه، انا نوقف على رجليا ولقيت انا باش نكري وباش نعيش. ما بغاو يخدمونا لا مقاطعه لا حتى شي بلاصه في شي خدمه. القصه ديالك بعدا باش نشوفوا هذه المقاطعه، اشرح لنا القصه ديالك باش نعرفوا. القصه ديالي انني القصة ديالي يا إخواني المغاربة أنني زدت في مدينة البيضاء بلوك كديا زنقة سعود دار 44. شدتني الأم ديالي ناجية بنت بوسكري. أم ديالك الحقيقية؟ أنا تنقول الاسم ديالها. لا ما تقولش الأم ديالك الحقيقية. الله يحفظك. ناجية بنت بوسكري الأم ديالي الحقيقية، داتني لبني ملال، خلاتني عند واحد جدي مربيني تما هو وواحد المراه هي وواحد ولدهم، هما ثلاثه الناس وانا هو الرابع. باللي مات الشيباني جابني هذاك ولدو كيقولوا ليه البعيوس محمد، كيسكن كيسكن في مدينه بني ملال. البعيوي محمد يقول الخال الصيف شنو هي كنيتو البياز محمد. وباللي رجعت من هذيك المدينه جابني هو هنا، جابني في العمر ديالي عندي شي 9 سنين، جيت لهاد البلاصه اللي كنتصور فيها مع هاد السيد هذا. لقيت هاد البلاصه كلها قصاريه، كانوا الكاريان وكانت الدنيا زينه. لقيت انا عايش مع دوك البليات. جا حطك من هنايا وصافي ومشى. وحطني ومشى. فين حطك؟ حطني عند خالي خمي في هذيك الدار اللي تولدت فيها. ما لقيتش امي، ما لقيتش با. دوك الناس اللي كارين لينا ودوك الجيران اللي معانا كيقولوا لي راه والديك راه باقين في الحياه، دابا تبان امك. راه امك كانت خدامه في واحد الحمام، كانت عندها قهوه، كانت عندها هادي. حنا وعدنا على الله. انا بغيت نعرف هاد الوالده اللي وجهي ليه، الا كانت باقا في الحياه ناويها بشي حاجه. كانت ماتت الله يرحمها ويرحم امه محمد. الاب ديالك؟ الاب ديالي كيقولوا هما دوك الناس اللي في هذيك الدار كيقولوا بانه عراقي، وهي مشات مع العراق وجات، جات حاملة بيا. أنا ما عارف دابا لا با لا مي، الكنية ديالي ماشي هي اللي باغي. الدولة عطتني كنية ما حملتهاش. واش أنا داروا لي كنية أسميتي المعروفي، وأنا مشيت عند الناس دفعت الدوسي ديالي باش يصايبوا لي لاكارت، وطالب الكنية ديالي من الكتاب الكشاف المغربي
ديال الحسن ديال محمد السادس كتاب الكشاف المغربي، وديك الوكيلة الملك في الولفة ما بغاتش تعطيني الكنية اللي طلبت، دارت لي الكنية ديالها. مايمكنش يعطوك أي كنية بغيتيها أنت. أنا كنطالب بهاد الناس يديروا لي شي حل. ديالك سولت عليهم قلبت عليهم؟ سولت، ما خليت فين سافرت، ما خليت فين مشيت، ما خليت فين قلبت، ما خليت، رجعت لدربنا قطعت لحمي، لحمي قطعته على قبل أمي وبو اللي ما شتي. وهذوك الناس ما فيهم لا رحمة لا شفقة. هاد الناس اللي كارين عندهم حنا. أنا سيدي أكاري عندهم. شدوني. أنت ما رباك حتى شي واحد. رباني خالي خمي. هو اللي جابني عنده داك السيد. وهذوك الناس اللي كارين لينا سيدي، أنا دابا درت هاد الفيديو غير باش نوصل للمجتمع المغربي بأن أي واحد كاري عند شي واحد راه محقور. أي واحد كاري عند شي واحد راه محقور. بأن هاد الناس هادو تولوني بالمال. وخلصوا المخزن باش المخزن يحكم عليا بالظروف ديالي وشردوني. شكون هما؟ هما اللي شردوك؟ شردوني هما وهذوك المخزن، المخزن ديال الفوارات. خصني نقول هاد الهضره لانه هما اللي حكموا عليا، هما اللي خرجوني يا استاذ. انا مزاوق لك في الميمه. مشاو هذوك المخزن اللي كنهضر عليهم كانوا في هذاك العصر اللي تشديت فيه. تما درتي حتى شي حاجه؟ مشيت حتى شي حاجه؟ مشيت جالس في دربنا حاط قرعه الماحيه. شدوني دخلوني بشهرين ديال الحبس. هو انت كتقول حاط قرعه الماحيه في الشارع؟ ما ختي لا درتي لا عربيه والو، السكر العلني وغنخرج. صيفطوني بشهرين. دوك الناس اللي كارين لينا مخلصين. عاود تخرجت هاجرت من دربنا، مشيت للتقدم. مشيت للتقدم درت واحد البراكه وكوزينه في كاريان عوازه فين تبنى داك السوق النموذجي. بقات سيمانه للترياب باش يريبوا لذاك الكاريان ديال كاريان عوازه حدا التراموي. منين دايز التراموي فين كاين السوق النموذجي ديال التنميه البشريه. دابا انت كتنبلي؟ انا كتنبلي. باش كتنبلي اخويا بالفانيد وكتنبلي اخويا بالشراب. هادو الجبليات اللي كانوا عندي ما عقلش انا مقرقب وسكران. وهادوك الناس حكموا عليا بالظروف ديال ديما دايخ. انت دابا هاد البليه هادي وجهي غادا تعاونك؟ هاد البليه ما عاونتني موالو، لقيت راسي انا غادي دابا في الهلاك. دابا انا غادي في الهلاك يا اخوان. وعندي العائله ديالك سولت عليهم؟ ما سولتيش عليهم؟ سولت عليهم في بني بلال، سولت عليهم في خريبكا، سولت عليهم في بجعد، سولت عليهم في قيب الصالح، سولت عليهم في اكادير. ما خليت فين تساريت جميع المدن على قبل ديك امي. وكنمشي وكنتجلوق وكنطلب باش ناكل وباش نشرب ونقلب عليها ونرجع. كنلقى على الجواد هما اللي كيوقفوا معايا باش نرجع من السفيره. ودابا تنطلب من الله والمؤمنين يديروا لي شي تاويل ديال الخير. الوالدين ديالك باقي حيين وشنو؟ ما عرفتهم ميتين ما عرفتهم حيين. مشيت لفوريان، الفوريان ديال درب مولاي الشريف. دخلت عند داك الدكتور قال لي هاد الوالدين ديالك ما عمرنا شفناهم حنا كاع، واش كاينين في المغرب واش ميتين ولا حيين؟ علاش الدكتور هذا شنو؟ هاد الدكتور هذا في الفوريان، الفوريان فين؟ حيك العلاقة ديالو أن ديك البلاصة هي فين كيتقيدوا الموتى واللي تولدوا. الفوريان. حيك أنا أول مرة غادي نصايب هاد الورقة هادي، وراتني هذيك المرأة اللي كانت في المحكمة كدير الجلسة في التلفازة، واحد المحامية كانت كدير الجلسة. هذيك المحامية ما عرفت سميتها، هي اللي صيفطاتني قالت لي غتمشي غادي ديكلاري براسك في الولفة وغادي تصايب لاكارت ديال الدولة باش تهنا من هاد الصداع. وبلي صايبت لاكارت ديالي كنعيش في واحد الظروف خايبة. وانت ما عاونتيش راسك، انت مشيت للبلية. ايه انا مشيت للبلية، ولكن باقي دابا نيت دابا عندي غير بلية وحدة هي القهوة والكارو. حيت الشراب، حيت الفانيد، كلشي. إلا خصني قهيوة ديالي كنتقطع عليها، خصني كوير رواج كنتقطع عليهم. هادشي اللي كاين. دابا انت بغيتي تقلب على العائلة ديالك؟ أنا باغي نقلب على العائلة ديالي، واخا هاد العائلة ديالي ما بقاتش كتستاهلني. لأن فاتت 40 عام حتى إذا بلغ أشده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي. أنا هاد الوالدين ساليت معاهم صافي. ملي وصلت 40 عام ما بقيتش باغي نقلب عليهم صافي. ما بقيتش باغي والدي ولو يكونوا حيين. أنا باغي الله والمؤمنين يوقفوا معايا. إلا بغيتوا ديروا معايا شي حل لوجه الله، أنا راه ما كنطالب بوالو. الحل هو أن التنمية البشرية ديال سيدنا طروف عليا بشي ما يطير باش انا نخدم وباش انا ندي بريكولات وندبر على راسي. انا الحرفه ديالي كنت نجار، دوزت القبص، جميع المهن عندي. وفي الاخر دابا ولات عندي حرفه وحده بالتشرد، هي انني جارديني. هاد التشرد هذا لحني الجارديني.
كنقطع الاوراق عندي المقص عندي الدوزان ديالي كنمشي ندور كنجيب ديك 100 درهم. انا دموعي طايحين ماشي خايف، انا دموعي طايحين على الظلم اللي تظلمت، الظلم اللي تظلمت. الا ما لقيتوش الناس اللي غيكونوا جنبك ولا ما كاين حتى شي واحد. انا مشيت للولايه عند الاستاذه خديجه النادي وقفات معايا صراحه، ماشي غنقروا الخير ديالها، وقفات معايا صيفطاتني بالنصيحه قالت لي سير الولايه غادي يصايبوا لك لاكارت ديالك وجي عندي. ولكن بلي جيت لعندها باش نطالب على حقي وديت لها شهاده السكنه ديال بانني لا ام لا اب، والخال ديالي خمي راه مجوج وعنده مرته وعنده بنته وكارين بيت وما عندنا ما ناكلو، حنا ربعه النفوس ما عندنا ما ناكلو. انا خالي خمي كيبيع النفحه 10 دريال الميكا، 10 دريال باش ناكلوها حنا بربعاش غدير لينا 10 دريال الناس. انا رئيس انا تنطلب من هاد البارطاجي هذا وغنقاطع هاد المدينه ديال الدار البيضاء وهاد الولايه وهاد الشيء كامل، وغادي نرجع معاكم لواحد المدينه اخرى هي مدينه بلاني ملال. الا كان هذاك خويا غيشوفني داك البعايوي السي محمد خويا، انا تنطلب من هاد الفيديو هذا نقول ليه غير واحد الكلمه وغنمشي في حالاتي وسمحوا لي ان داك خويا ديك الدار اللي بيع ديال نسيبته سمحوا لي بعدا، هذاك خويا البعايوي السي محمد اللي باع هذيك الدار ديال نسيبته الشي باللي رجعت لبني ملال وسولت عليه وعطاني ولد النمره ديال التليفون وما تلاقيتش معاه وشدوني البوليس وبت مايا يومين وخرجت 8 ايام وانا في البرد في الليالي حتى الركبه ديالي ضراتني وجيت من بني ملال ورجعت للدار البيضاء. رجعت للدار البيضاء ليش؟ رجعت للدار البيضاء عاودوا ضربوني بترافيك، ضربوني بترافيك 32 غرزه اللي مخيط راسي، هالتصاور عندي، هالوراق عندي، كنمشي للاطلانتيك كنطالب بحقي ما بغاوش. المهم انا تنوصل لهذا البعايوي السي محمد بانني دابا الاخ ديالك هذا الاخ ديالي اللي كبرت انا وياه، كبرت انا وياه في واحد الظروف ما يعلم بها الا الله، كبرنا في واحد الحاله ما يعلم بها الا الله، راه هو عارفها وراه هو كابر فيها. انا كنت كنغسل معاه الكروش، هو كان كزير وانا كنت كنغسل معاه الكروش باقي صغير، كيفيقني مع الفجر وكيديني معاه للغديره وكنمشي نغسل الكروش باش ناكل انا وياه ونشرب انا وياه، في الاخر لاحني. هادي ماشي رجولة تلوحني، اليوم دنيا وغدا اخيره. انا دابا ضارب 40 عام وعام ونص ديال الحبس وما محسوب ليا لا حبس، ما عندي حتى شي مونتيف، لاكارت ديالي فيها بانني ممدوز سنهار، انا عولد المخزن عاش المخزن، انا ما نعرف لا مي لا با، نعرف الملك نعرف على الوطن ديالي. انا مي با ما نصرونيش ما نصرهمش، نصر بلادي اللي نصراتني ودا تحارب عليا. لاحوك ولا شنو؟ هاد الناس هادو لاحوني بواحد الظروف قاسيه، لاحوني ما وراونيش وجه مي وما وراونيش وجه با، حتى من تصاورهم ما وراهمش ليا، ما عرفتهم حيين ما عرفتهم ميتين. كنعاني كنكمي الحشيش كناكل الفانيد كنشرب كندخل عندهم كنسولهم كنقول لهم دخلنا عليكم بالله دمي متى غتجي، كيقولوا لي هاد امك هادي راه بحال والو ترشق ليها تبان، راه بحال والو ترشق ليها تبان. تنخرج انا لبرا لمضه الواعر، داك لمضه الواعر بوضل امريكان كاع لمضاوات خشيتهم في لحمي. وعلاش؟ على قبل امي وبا قطعت عصبه، عصبه قطعتها من يدي. علاش؟ هاهي قطعت عصبه على قبل والديه بهذوك الغديد وديك الحاله اللي كنعيش، حتى شي واحد ما كيحس بيا سوى الله والمؤمنين. هانتوما الخوت ريوقي طايحين ودموعي طايحين، عندي 32 بارطاجي اللي عندي اللي باغي نمثل، كل بارطاجي كيسوى بزاف ديال الحوايج لهذا الوطن. اول بارطاجي هي ديال ديك البراكه اللي مشات ليا في الكاريان وعطاوهم كلهم استافدوا وانا لا. علاش؟ انا ماشي انسان، انا ما حاكمش عليا الملك سيدنا، حاكم عليهم هما اللي ياخذوا الديور، حتى انا راه حاكم عليا امير المؤمنين، خصو يشوف من حقي. ما يمكنش انا كنتابع حقي الظروف ديال الدار ديالك. عندك رقم التليفون؟ عندي اخويا رقم التليفون. حط الرقم التليفون ديالك. حط اخويا رقم التليفون ديالي. رقم التليفون ديالي 06 56 74 51 28 في الاخر. هذه النمره ديالي. ولا شافوا العائله ديالك بغيت يبغي يتواصلوا معك؟ اي اخويا انا شافتني هذيك الام ديالي اللي كنت كنبحث عليها شحال هادي، وكانوا قالوا لي سير المختفون وهادي وما قديتش، وعطاوني دوك الوراق وما قديتش نعمرهم، حيت انا عندي واحد الحاجه في قلبي انني ما قاريش ما كنمرق من الناس.
كنقول لك كنت قاري بنادم كيدخل القهوه كيحل الجورنال كيدوز وقته زوينه، انا كندخل القهوه كنخرج هو ما قاري ما والو، ما عارفش باش ندوز حياتي، ومازال المجتمع تيتابع فيا على صحتي. تنطلب من هذوك الناس اللي ضربوني بالترافيك في طلعه المسيره وانا غادي مع المغرب، تنطلب من الله هو يتخلص منهم. انا ما خديت لا فلوس لا صورانس لا والو، هاد السيد اللي كيصورني باقي غنجيب ليه الدلائل، غنجيب ليه التصاور، ماشي كنكذب، كلشي عندي التصاور الوراق الملف كلشي كاين. اذا مشاهدي قناه شوف تي في سمعتوا القصه ديال هاد الاخ اللي كيطالب يعني بالعائله ديالو، وكيطالب بالام ديالو، وكيطالب بالخوت ديالو، يعني ظروف قاسيه عاشها. فنتمنوا اللي يعرف الاسماء اللي ذكرهم ولا عرف الوجه ديالو ولا عرف القصه ديال الام ديالو يحاولوا يتصلوا به، على الاقل يعرف الام ديالو غير يشوفها، لانه يعني كيقول ما عمره ما عقل عليها ولا عنده شي صوره ديالها. الاب ديالو واش مغربي ولا عراقي، شنو القصه ديالو، الله اعلم. فنحاولوا اننا نبارطاجيو هذا الفيديو باش توصل العائله ديالو، وان شاء الله نتمنوا يكون خير يا ربي. وبغيت نطلب منك هذه النمره هذه ديال ديك الجمعيه باش نعاود نرسلها، حيت انا ما لقيتش باش نعيط لهم، بعد الله يشوفوني ديك الجمعيه تعيط ليا. انت خاصك تتصل بهم. هاو ما عطيتني النمره ديالك. تتصل بهم. واخا. الا عطوك النمره خاصك تتصل بهم. الله يفرج همك يا ربي. اذا وصلنا لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.